ينحدر مصطفى زافا الألباني من بلدة ميتروفيكا في كوسوفا، وهو شخص تعرضت عائلته لمآسي الحرب. أثناء كونه في الأسر خشي على حياة ولديه، فالتقط صورة لهما كتذكار ولحفظ آثارهما. تحمل نظرة الأولاد البريء الكثير من الخوف والقلق. لحسن الحظ، عندما خرج من السجن وعاد إلى كوسوفا بعد نهاية الحرب، وجد عائلته على قيد الحياة.